سلام عليكم. اليوم شي واحد ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم دجاج بلدي. كاين اللي يقول له بلدي، كاين اللي يقول له كروازي. المهم الدجاج عندنا هذا اللي هنايا كناخذوه من عند في الجامع، راه تيجيبو بغيتو البلدي بغيتو الرومي. المهم بالنسبه لهذا، هذا البلدي، ها هو هذا. نتوما راني طيرت له داك الرجل ديالو بالمطرقه يعني ضربته بالموس مزيان. ها نتوما نقيتو، زولت له الريه ديالو. داكشي هي البنات، واحد الحاجه، واحد الملاحظه، دائما واحد الجلده هنا كتكون بحال ميكا، حاولوا انكم تزولوها له ضروري. هذه كتكون مزفاره بزاف، زولوها له. هذا راه بايت في الملحه والخل، غسلته مزيان وهرست له حتى الجنح ديالو داك اللي كتكون زايده هنا ومغسول مزيان. صافي هنايا، ها هو هذا عندي هنايا واحد الدجاجه ونص. كنجيب ثلاثه كنقسمهم على حسب القياس اللي انا غادي نحتاج. صافي هنا غادي نقبط، غادي نصبو، غادي نجيب طنجره الضغط لانها هو خصو يطيب في الطنجره ديال الضغط. غادي نقبط، غادي نضيفو هكذا. واخا هو راه غادي يتجمع هكذا، من الاحسن غادي يتجمع بوحدو هكذا. حطوه باش حيت تقبطوا الحراره، كتقبطوا فورمه وحده ما معوش. ها نتوما شفتوا هذه هي. هنا غادي ندير العناصر ديال العطريه. غادي ندير هنايا الخرقوم، وضروري غادي نزيد معاه شي شويه ديال الملون الاصطناعي، انا ضروري تيعجبني كيقبط فيه شويه ديال اللون، غير شويه ماشي بزاف. هنا غادي ندير سكينجبير، معلقه صغيره عامره، والابزار ما كنكتروش في الابزار في الدجاج بزاف. صافي هذا مكان. والملح، الملح القياس يعني راه ملح ومرقد في هذا، ما نكثروش بزاف، هي شي شويه. صافي هنايا غادي نضيف له واحد شي شويه ديال الماء باش غادي نشحرو، غير شي شويه باش يتشحر ويقبط ليا، ونردو فوق النار وغادي نقطع له البصله اللي غادي نحتاج. وبالنسبه للثومه، الثومه غادي ندير واحد ثلاثه ديال الدروس. ها هما دوك انتوما البنات، التويمه ديال المغرب. هانتوما غادي نقيها وغادي نحكها. هنا غادي نحك التومه. بالنسبه للدجاج بلدي راه درت لكم شحال هادي، غادي نحط لكم في اول تعليق. كنت درتو بالبرقوق، حلو ماشي حلو حلو بزاف، ولكن المهم مخدر بالبرقوق جاي واقف. المهم هادو دابا اليوم غادي نديرو بالفريك. هانتوما دابا غادي نردو فوق العافيه، غادي يتشحر ليا، وغادي نقطع بطاطا. هنا عندي ثلاثه ديال البصلات، ثلاثه اولا بصله على حسب، حيت غادي نشلضهم. غادي نشوف شحال ديال الكميه، واش تدخل لي اربعه البصلات متوسطين اولا يدخلوا ليا ثلاثه. صافي ها هما دوك، هادو غادي نغسلهم. مشلضين دقيق اولا طحنوه في الطحانه، ولا كنقول لكم قبيله بطاطا راه البصله. بطاطا عاد غادي نقيها باش غادي نديرها فريت قبل ما غادي نحضر هاد الدجاج نديرو طيب. غادي ندير معكم كيكه، كيكه اللي غالي شرب القهوه وصافي، راكم كنحطها لكم دائما. ها هو هذا، واخا الكيكه اللي غادي ندير لكم راكم غادي تلقاوها على اليوتيوب بوحدها، كيكه عاديه ديال يوميه ديال شرب القهوه. دابا الوليدات بداو كيبداو المدرسه، تجيكم ساهله وبمقادير بسيطه جدا. غادي نقرض دابا انا هاد البصله ونرجع لكم.
ها هي دي البصله القياس هو هذا. عندي كاس لارب ديال العنبه ديال ما بين مخلط ما بين زيت البلديه وروميه. وهنا الدجاج انا هنقربو لكم هنا باش تشوفوا درتو كيتشحر. ها انتوما شتي كي كيولي قاد راسو هكا. درتلو معاه شي شويه الماء دابا راه بحال العصا باش هو خصو الكوكو ما يمكنش يطيبلك واخا تحماقي ما يطيبلك على الا ما خصو وقت طويل وعلى المهل بحال غادي يطيبي الهرقمه. هنايا هانتي كتشوفي كيفاش كيولي قابط راسو ضربي به صاحبك يفلق تفلقيه. هاكا دابا غادي نرمي هذيك البصله فوق منه وغادي نضيف الزيت وما غادي ندير معاه لا صبور لا معدنوس لا حتى حاجه. كيعجبني هكا يطيب دمعه وزعما واقف ما فيهش المرقه ديالو ماشي تال تما يعني ماشي تال تما بحال اللون ديالها مستخ بالقزبر ومعدنوس مغلوقه كتكون بحال خضراء. دابا درت الماء يطيب باش نخوي عليه الماء طايب ونديرو فوق العافيه حتى يتشحر مع البصله. صافي ها هو داك المطب غادي نضيفو في الجنب القياس لي طيب لي ما تجريوش حنا بغينا المريقه تبقى لينا في الطنجره ولكن الدجاج يطيب لينا واقف. صافي كي قلت لكم غادي نسد عليها وصافي. ودابا غادي ندوزو باش نصوبو الكيكه. هنا كناخد كاس لارب يعني كاس صغير هذا عندي في 100 غرام ديال السكر ثاني ديال حبيبات. الا جاني الصداع بالكوكوت راني غادي نحاول انني نشد الصوت وغادي نولي نترجمو لكم. عندي ثلاثة ديال البيضات اولا جوج ديرو غير جوج ندير لكم اقتصاديه. جوج بيضات غادي ندير لكم حنيشه ديال الفاني وغادي نطرب هذا البيض هذا مع سنيده هكذا ايوا واخا بالفويت ماشي ضروري تطراب. صافي هنا حسيت ان الصوت غادي يبقى كيتخلط مع صوت الطنجره وغادي يبقى ما كتسمعونيش بزاف. صافي هنايا كنطرب البيض مزيان 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 على هذه الطريقه هكا مزيان اي ولا بالطراب الكهربائي. المهم انا اختاريت انني نديرو غير بالفوي كنطربها سريعه بحال هذا الشكل هكا مزيان حتى كتولي ديك البيض كينسجم مع السكر. صافي هنا فاش غادي نحبس غادي نجيب هذا الزيت بالكاس اللي عبرنا به بالضبط الكاس اللي كنعبروا به السكر هو هذا القياس ديالو ديال سنيده والزيت وكذلك حليب اولا جي دورونج ولا دانون. هانتوما ضفت الزيت وغادي نخلط حتى هي بحال هكا نضربها مزيان. راه كيكه سريعه وكتجي بنينه وفتيتيه وهشيشه. هنايا عندي هذا الحليب هذا راه ماشي تندير اشهار غير قلت لكم عندي في الثلاجه. كيمكن لكم ديروا يخرت اولا ديروا دانون محسوس اولا ديروا حليب ولا جي دورونج ولا اي حاجه. عندي خفيف مخاتر ماشي خاتر ثقيل وانما خفيف لقيته في الثلاجه ديال المذاق الفريز درتو غادي تجي النكهه ديال الفريز تما مزيون غادي يجي ماشي مشكل انني نديرو. اي حاجه كانت عندكم متوفره يمكن لكم ديروها كي قلنا هو اصلا فيه المقشدات يعني الحليب وزايد فيه زايدين فيه ديك الفريز ولا الفخمواز. هنا غادي نقبض الدقيق اللي غادي ندير منه هو ثلاثة الكيسان على حسب الدقيق. الا دخل لكم ثلاثة الكيسان ماشي عامرين بحال القياس اللي عبرنا الحليب والزيت وديك الحليب اللي درنا نفسه القياس. ان الا عبرتو بكاس ديال دانون غادي تتبعوا كاس ديال دانون كاس دانون السكر كاس دانون الزيت كاس دانون حليب تخويو فيه الحليب كله غادي مقادير وحده. حنا بغينا هاد الكيكه ديال جوج بيضات تجينا لذيذه وبنينه وما تجيناش غير عامره بالزيوتات وعامره بالطحين وعامره بهذا ما تجيش المذاق فيها. بغينا داك الجوج داك الجوج بيضات يجيونا لذاد. هنا عندي الخماره ديال 15 غرام ضفت النوبه الاولى كاس ديال جوج كيسان ديال الدقيق اولا كاس. المهم انا راني كنتفكر
دماغي مشغول بالتفكير انني شنو درت. درت الكاس الاول جوج كيسان ودرت الخماره ديال 15 غرام، وهنا بديت كندير نص، درت دابا جوج كيسان ونص، وهنا غادي نحاول انني حيت لقيت راسي انني جاوني سوائل زايده شويه غادي نزيد نص كاس، يعني تقريبا دخلنا ثلاثه الكيسان على قياس واحد بديك القياس ديال النص الزيت والسكر بديك القياس، يعني بحال اللي كتقولوا كديروا كاس العرب ولا الكاس صغير. صافي هنا غادي نخويه هكذا وغادي نولي عاوتاني كنخلط. هانتوما شفتوا السمك ديالها، الكيكه ما خصهاش تجينا جاريه وما خصهاش تجينا قاصحه، الكيكه خصنا نديروها بحال هكا تكون ليس وكتطلق الخيط ملي كطلع يديك. بالنسبه للمبتدئات راه حنا تنعرفوا كلشي راه تعرف الكيك، كطلعي هكا كيكون خط واحد، يعني هذاك هو القوام اللي تيكون صحيح. هنا كنجيب المول اللي كندهنو بالزيت والزبده، يعني كندير ميلونج كنخلطو بحال كريمه وكندهن بيها. صافي كنخوي الكميه معقوله بزايد، كنخلي تقريبا واحد الكاس الاربعه هكذا ديال الخليط اولا كنقولوا شي 6 المعالق ديال الخليط، كندير عليهم بودره الكاكاو. انا هذه كتعجبني هذه الكيكه بحال هذه الطريقه هكا، بودره الكاكاو هي من هذا المر، الا كان الحلو راه تديروا كميه كثيره باش كيعطيكم اللون، حيت هو ما تيعطيش يعطي اللون. كان كاوبيل بالنسبه للناس المغرب راه تيديروا كاوبيل، كان هذا العادي هذا المر كندير منه هكا، هذا ما تكتروش منه، هذا اللي كترتو منه كيجي كحل من الاحسن. هذا غادي نزيد واحد شي شويه باقا خاصني باش كيجيني واحد القهوي مغلوق شي شويه، ماشي ديك الكحل اللي عاطيه الكحوله، غير بحال هذا الشكل هذا اللوين هذا اللي غادي تشوفوه قهوي باهت مارون مارون محروق. ها هو هذا الكولور، هذا هو اللي هذا. كاينه اللي كتكون كتقول خصها يجي مازال خاصو مازال خاصو، ولكن الكيكه ملي كطيب كتولي فحمه، كتولي داك الكوبيل كيولي اللون ديالو غامق ما تيجيش زوين. صافي هنايا غادي نقبط غادي نغطي داك الكيكه باش كتجيكم واحد الزواقه اللي زوينه لداخل في الكيك، كتجي كتغطي ولكن حاولي انك تدغيا تكوني كتزربي باش تجيك الورقه الفوقانيه رقيقه، ما خصناش حنا نحطوا الكميه كلها كثيره في بلاصه واحده، خصنا نسيحوها بحال هكا. والا حسيتوا بالخليط بالنسبه للمبتدئات انكم حسيتوا به قصح لكم غادي تزيدوا واحد شي شويه ديال الحليب وطربوا شي شويه خفوا ديك الخليط اللي درتوا له كاوبيل او لا كاكاو باش ما تجيكمش العجين قاصحه وتقولوا ما بغاش تهبط لي، خففوها بشويه ديال الحليب الا ما كنتوش كتعرفوا القياس. صافي هنايا ها نتوما هنزل كلشي غطيتها كلها، واخا داك الوسطاني راه طاح فيه شويه غليظ ماشي مشكل. هنا غادي نقبط صافي غادي نضرب عليها مزيان فوق ما فوق ما كان العمل، نضرب عليها باش كيتقبط صافي. وغادي نجيب واحد العويد وغادي ندور يدي هكا دوره البنات هكذا بحال اللي كديروا حلزون ماشي عشوائي، ولكن دويره حدا دويره دويره كتدخل في دويره وكتديري في الوسط تجمعيها وتطلعيها. صافي غادي نطفي على الفران اللي مسبق مشعل على درجه الحراره 200، غادي ندخلها غادي توجد ليا ومن بعد غادي نتلاقى بكم. صافي هنا عندي بطاطا اللي انا مسخنه دايراها في السخانه دابا راني كنقصها وغادي نديرها نقطعها بعد ما خليت تتقطب. صافي غادي نقطع نقشرها وغادي نقيها ونقلها وغادي نقطعها كذلك حتى هي وغادي نديرها في السخانه بعد ما انا غادي نولي نشوف الفوكو ديالي اللي راها وجدات وغادي نوريكم. هانتوما البنات درت لها الماء باش بردات الكوكو باش نحلها، هانتوما شتي الماء اللي درت لها القياس هو هذاك، دابا غادي ضروري نشعل عليها باش تلبى ليا داك المريقه. صافي وهذا هو الدجاج ديالنا واجد طايب زبده يا البنات، هانتوما شتي وبالكوكوط راه تقريبا خدا لي واحد 40 دقيقه في الكوكوط. كاينه المبتدئه اللي ما كتبغيش اللي كتبغي تعرف الدجاج شحال كيطيب في المده بالنسبه للبلدي على حسب، غادي تشدي عليه مده ديال عست نص ساعه حتى ل 40 دقيقه وحلي عليه، لقيتيه طاب تبارك الله، لقيتي مازال فيه شي شويه لانه خصو لابد شي شويه ديال الماء في الكوكوط باش عاد تلبيه هكا بحال هذا الشكل. و الا كان عندك مازال خاصو غادي تخليه بديك المريقه ديالو غادي تولي تشدي عليه غادي تلقايه دمعه يعني واقفه المريقه ديالو بالضبط.
انا لا بغيت نزيد نسد عليه وباش تشرب المريقه راه نسد عليه، ولكن خليته هكا كيتلبى بوحدو باش تكفيني المرقه مع العائله وليدات كيبغوا بعض المرات يغمسوا مع الفريت كيموتوا عليه. صافي الفريت راه كيتقلى، الفريت ها هو كيتقلى. دابا انا نوريكم الكيكه، ها هي دي الكيكه جدات. دابا غادي نخليها تبرد واحد شي شويه وعاد نقلبها لكم، ولا بردات مزيان غادي نقطع لكم حتى شي طريف تشوفوه كيفاش كتجي. كندهنها من الفوق على حسب اللي بغيتو، تخليوها هكا مربل مشمش، اللوز رقائق، اللوز الكونفيتور بالكوك، الشكلاط، المهم اللي بغيتو. بالنسبه للشكلاط في هذا الجو هذا دابا في الصهد راه شنقول لكم مزموته عندنا هنا في هولندا، راه الصهد ما يصلحش الشكلاط، غنديروا الكوكو ونديروا اللوز وصافي. الكيكه هي بعد ما خرجتها ما كملاش واحد 5 دقائق. دابا غادي نقلبها واخا هي راها سخونه، هانتوما الشكل ديالها كي كتجي. صافي دابا غادي نخليها انا كتبرد مزيان، هو باين عليها ان الشكلاط راه طلعها لتحت، وغادي ندهنها. وبالنسبه للرابط الكيك ديال هذه هي والدجاج البلدي غادي ننزلو لكم كيفاش كنت صورتها. غادي نقطعها واخا سخونه البنات. غادي ها نتوما اول مره كنقطع كيكه سخونه باش نوريها نتوما، شوف الدخان كيطالع. المهم هي باش نوريكم ما نقطعهاش انا كاع على طرف صغير باش ما تفرتليش. الفيديو ما كانش كيشجل البنات، شحال هضرت صحابني ساليت، ولكن للاسف. المهم ها نتوما الشكل ديالها كي كيجي من الداخل، ما كتجيش من عند الججنه، وبديك الاوبتيميل ديال هذا طريقه زوينه وبنين، ولطيبه الفريز درتها زوينه. وبالنسبه نتوما للتزيين ها نتوما شفتوا من الجنب شركتها هي معكم خفن زربن، وانتوما زينوا بالطريقه اللي بغيتوا من الفوق. على ما تبرد لي عاد ندير لها اللي بغيت، اما هذا مربى، اما بالعسل ورقائق اللوز، اولا الكونفيتور بالكوك، اولا الشكلاط نتوما اللي بغيتو. المهم اللي بغيتوها تخليوها عاديه سامبل، بالنسبه تبعدوا عليكم من قوه التمشغيل ديروها غير عاديه هكا. المهم هي الكيكه ديالنا وجدات، الدجاج ديالنا وجدات. غادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال الاطباق، ديما غنبريهاش غير الطبق النهائي. احنا كنتسناو واحد البطاطا راها جديده، نتسناوها نشوفها واش غتصدق لنا، واش كتعجن ولا كتبقى صحيحه هكاك. المهم انا نتلاقاو مع الشكل النهائي. ايوا ها الفريت ديالنا صدق غزال مقيرمل، كيعجبني انا الدجاج بهذا. نسنا منها ديالنا حتى هي وجدات، ها هي اللي غنصب دابا. صافي يا بنات هذه هي الدجاج ديالنا، ها انتم شفتوا كي معلك وطايب واقف بلاصتو. ها انتم شفتوا نص الدجاجه كي كتولي هذه البنات. غادي نهز واحد طريف ولدي ما كاينش، وغادي نحط هذا ها انتم كيجي غزال. نجربوه بهذه الطريقه، ما ديرولوش داك القصابر وداك المعادنس. انا غادي نجيبو المغرفه المريقه، ها نتوما شفتو خصني نقربها باش تشوفوها، شتي كي دايره بالدميعه وفيها المريقه. ها نتوما شفتو شفتو هذه هكا المريقه ديال الدجاج بالفريت كي كتكون، خصها تكون مريقه ماشي ديك المعلكه اللي تنقولوا ديال الدجاج مضغمر. حيت كاينين شي اخوات مصابين يتبعوا القناه ديالي ويتعلموا الضغميره كيفاش كتجي، ما كتجيش هكا. كاينين حتى في الافراح تنشوف حتى الدجاج مضغمر هكا كيصبوه، ضروري قلق مع البنات. وهذه هنايا صافي دابا كفات. طبق شهي البنات، زوين ما شهيتكم فيه، وسمحوا لي البنات الاخوات اللي كتوحم. هذا هو ماذا غندير له هكذا وصافي هكا. صافي ايوا كنتمنى ان الطبق يعجبكم، ها انتم شفتوا كنتمنى ان يعجبكم ان شاء الله وتجربوه.
ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.